بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هناخد الدرس الحادي عشر من دروس دورة الإكسل 2013، وفي الدرس دوت إن شاء الله هنتكلم عن الحاجات ديت. هنتكلم عن متابعة تخطيط الصفحة والطباعة، هنشوف موضوع ملائمة الحجم، هنشوف موضوع خيارات الورقة، هنشوف الترتيب والمحاذاة، هنشوف التجميع والاستدارة، هنشوف الجدول المحوري اللي هو البايفوت تيبل، وهنشوف إدراك جدول المنصة الجاهز يعني كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح الاكسل. طبعا انا دخلت مجموعه من البيانات عشان اقدر اشتغل عليها، وانت ممكن تدخلها. عباره عن بيانات الاصناف الموجوده بمحل الحاسب الالي، اسم الصنف، شاشه وطابعه وكمبيوتر وسكانر، والشهر اللي انا شغال عليه يناير وفبراير ومارس، ومجموعه من البيانات ونسقتهم عن طريق الخلفيات والحدود والتوسيط. طيب، كنا اخر حاجه خدنا الفتره اللي فاتت اللي هي اعداد الصفحه، وخدنا تغيير الحجم، خدنا اعداد الصفحه تقريبا اخر حاجه. تمام، وهناخد النهارده اللي هو تغيير الحجم وغرض الملائمه. هنا طبعا يا جماعه الحجم بتاع الصفحه اللي بتطبع المفروض انه بيطبع وهو شغال، بيطبعها على حجم ايه 100%، يعني دي بتبقى 100%. تمام، لو كان عندك، بحيث انت لو جيت هنا في ملف وجيت هنا في طباعه بالشكل دوت، هتلاحظ ان زي ما الاكسل شيت بتكتب بالحجم بتاعه بيطبعه هو على A4 وبنسبة تكبير 100%. لو انت حبيت تقلل الحجم ده بحيث ان هو يجمع لك اكبر قدر من البيانات عندك في صفحة واحدة، بتيجي في تغيير الحجم ديت اللي هي في تخطيط الصفحة، وفي تغيير الحجم بغرض المقامة، وتخلي دي كام مثلا 75% مثلا، وتشوف كده ملف وطباعة مرة تانية. هتلاحظ ان الحجم بتاع البيانات بتاع الكتابه بتاعتك قل بنسبه حوالي 25%، يعني اصبح دلوقتي بدل ما هو كان 100% في العرض اصبح 75%. فدي مفيده لو كان عندك داتا كتيره وانت عاوز تجمعها فين، في داخل اكسل شيت واحد. طيب، ملاحظين ان اتجاه الورقه بتاعتنا من اليمين لليسار، انا ممكن اغيرها واخليها من يسار لليمين، ده اتجاه الورقه في خيارات الورقه. برضو لو انت عاوز تظهر خطوط الشبكه بتضغط بتعلم عليها هنا، لو عاوز تخفيها برضو ايه بتخفيها من هنا. لو انت عاوز تطبعها بتيجي هنا في الطباعه وتيجي في ملف وتقول له طباعه، فالمفروض ان خطوط الشبكه معاك شغاله. يعني طبعا انت مش هيبان عندك الكلام، لكن لو انت شلت التنسيق هنا، جيت في الصفحه الرئيسيه وقلت له مسح للتنسيقات بهذا الشكل، وقلت له انا في تخطيط الطباعه ديت عاوزك توريني الشبكه بتاعت الطباعه بتاعتي، باجي هنا في الطباعه هتلاقيه عامل لك جدول بالشكل دوت كانها ايه هتطبع معاك الشبكه. لو انت رجعت تاني وقلت له اخفي لي الطباعه وجيت على ملف مره تانية طباعه، هتلاقي الشبكه بتاعت الورقه اختفت مش موجوده. فطبعا ده لو انت يعني مش عاوز تعمل تنسيق وعاوز تطبع بس بأقل تكلفة فين في الحبر، فممكن تطبع بس الخطوط بتاعة الشبكة مباشرة بحيث ان هي تديك داتا فقط للسائل، وتبقى منسقة برضو على هيئة جدول. طيب، كنترول زد. طيب، نفس الكلام العناوين اللي فوق ديت ما بتطبعش، يعني انت جيت في ملف هنا وجيت هنا طباعة وقلت له وريني المعاينة، هتلاقي ان العناوين بتاعة الأعمدة والصفوف ما بتطبعش. فانت ممكن برضو من الاختيار دوت تقول له اطبع لي عناوين الصفوف وايه والاعمده. لو جيت في الطباعه هنا وبصيت من فوق هتلاقي دايما عناوين الصفوف وارقام عناوين الاعمده وارقام الصفوف هتطبع معاك. طيب، هنشيل الاختيار ده. هنا ديت الحاجات اللي هي خاصه بالاشكال والكلام دوت. لو انا جبت ادراج وعملت اشكال واخترت اي شكلين مثلا واحد زي كده مربع واديته تنسيق من التنسيقات الجاهزه ديت باللون الازرق، واخترت ادراج وهنا واخترت لي حاجة خضراء بالشكل دوت، تمام كده. فأصبح عندي شكلين اهو ماشي. ممكن اتحكم في موضوع الترتيب برضو، هتلاقيه موجود هنا في الصفحة الرئيسية، وهتلاقيه برضو في تخطيط الصفحة. ممكن اعمل ارسال للخلفية، ارسال للخلف واحضر للامام، تمام بهذا الشكل. تمام، وممكن كمان ان انا اجي جزء التحديد ديت واحدد بناء على الاسم، وممكن اظهر واخفي. تمام، وممكن اعمل محاذاه لو انا مثلا عندي اشكال مثلا شكل زي كده، احدد اكتر من شكل واعمل محاذاه مثلا لليسار بهذا الشكل كنترول زد. ممكن اعمل كمان محاذاه لليمين بهذا الشكل كنترول زد. ممكن اعمل محاذاه الى الوسط بهذا الشكل كنترول زد. ممكن كمان ان انا
اعمل محاذاه الاعلى بهذا الشكل كنترول زد، ممكن اعمل محاذاه للمنتصف بهذا الشكل كنترول زد، ممكن اعمل محاذاه الى ايه اسف، كل دي انواع من المحاذاه انا ممكن اعملها لو انا عندي اكتر من ايه من شكل. وفي عندك برضو حاجه اسمها التوزيع الافقي والتوزيع العمود. التوزيع الافقي والعمود يا جماعه ان انا لو عندي مثلا ادي مثلا شكل اتنين واحط شكل تالت مثلا من الادراج هنا احط شكل تالت وراكم مثلا زي الشكل ده تمام. فلو انت عاوز توزع يعني المسافه ما بينهم متساوي بتحدد الاشكال بتاعتك وبتيجي في تخطيط الصفحه تمام، وهتلاقي في المحاذاه عندك في حاجه اسمها التوزيع الافقي، هتلاحظ المسافه هنا وهنا قد بعضيها، او لو انت حاطط الشكل ده كده والشكل ده كده هناخدهم بس كنترول نحدد بكنترول او الشيفت تمام كده، وبعدين ممكن اعمل محاذاه تمام محاذاه لأسفل كنترول زد، ممكن اعمل محاذاه خلينا ايه في المنتصف برضه كنترول زد خلينا محاذاه اليمين افضل محاذاه اليمين تمام. وبعدين اروح جايب هنا محاذاه هعمل توزيع حاجه اسمها التوزيع العمودي. التوزيع العمودي بيجيبك المسافات اللي هي ما بين الاشكال عموديا متساويه. ده بالنسبة ليه للمحاذاة والتوزيع. برضو هنا في اختيار ان انت ممكن تخفي الشبكة وتظهرها عن طريق برضو ايه المحاذاة. طب لو انت عاوز تجمع الاشكال بتحدد الاشكال بتاعتك اللي انت عاوز تجمعها وبنختار تجميع ونقول تجميع كنترول زد. لو انت عاوز طبعا بعد ما جمعت انت كده وتفك التجميع بتيجي هنا تلاقي في اختيار فك ايه التجميع. لو انت عاوز تعمل استدارة لأي شكل بتحدده تختار استدارة وهتلاقي في استدارة 90 درجة، هتلاقي في استدارة 90 درجة تانية، هتلاقي في انعكاس عمودي وانعكاس ايه افقي بهذا الشكل. دي كلها استدارة. لو انت عاوز خيارات برضو في الاستدارة هتلاقي خيارات استدارة اضافية بحيث تحدد الزاوية زي ما انت عاوز، يعني مثلا الاستدارة هتكون مثلا بمقدار مثلا 25 درجة بهذا الشكل مثلا. دي اختيارات ايه اضافية تمام. ده بالنسبة للجزئية ديت وكده نكون خلصنا الجزئية بتاع تخطيط ايه تخطيط الصفحة. تعال نخش في جزئية الادراج. في الادراج يا جماعة هتلاقي في حاجة اسمها البايفوت تيبل وفي حاجة اسمها ايه الجدول. طبعا البايفوت تيبل والبايفوت تيبل الموصى بيه هو نفس الكلام. الفكرة بتاعت البايفوت تيبل ان هو بيحاول بيعمل لك يعني جدول، الجدول ده انت بتعمل عليه احصائيات بحيث ان انت يعني تشوف الاحصائيات ده كل مدى تمام. والفكره ان انا مثلا بحدد لي مثلا صفين مثلا او ثلاثه واكون مثلا اسم الصنف مثلا ونختار شهر يناير ونختار مثلا فبراير مثلا على سبيل المثال، ونيجي هنا نقول له بايفوت ايه بايفوت تيبل. هيقول لك انا هحط لك في ورقه واحد مش عارف كذا كذا كذا، اقول له موافق. هيبتدي يعمل لك هو ورقه جديده تمام، وبيقول لك ابتدي اختار انت هتحط الحاجات بتاعتك فين. فاقول له مثلا اسم الصنف ده هحطه في الصفوف، وشهر يناير ده هحطه في الاعمده، والقيم بتاعت فبراير ده هحطها فين في القيم. هيبتدي هو يعمل لك جدول بهذا ايه الشكل، هو عباره عن جدول احصائي وتحليل وكده، بيجيب لك مجاميع صفوف ومجاميع اعمده بالنسبه لكل ايه بكل اونص. يعني مثلا الشاشه مثلا هيقول لك مثلا ان الشاشه دي كانت 50 قيمتها تمام كده، ومديك الاجمالي بتاعها كام 50 بالنسبه لمين للقيمه الاولانيه اللي هي 10 اللي هي جايه منين من شهر فبراير وهكذا. هو عباره عن بقى عباره عن جدول ايه تحليل. طبعا انت وانت شغال في الجدول التحليل بتاعك ده انت ممكن بسرعه كده تروح عامل حاجه اسمها بايفوت تشارت، اختار عمودي مثلا زي كده وهو يعمل لك ايه بايفوت تشارت بهذا ايه بهذا الشكل. طبعا الناس بتستخدم الحاجات دي في ان هي بتعمل حاجه اسمها الداشبورد، بس هي طبعا حاجه كبيره قوي شويه وبتاع ومحتاجه وقت جامد، لكن هو من ضمن الامكانيات الموجوده داخل مين داخل الاكسل وبتفيدنا في حاجات كتير. طيب لو رجعنا تاني الصفحه بتاعت الاساسيه اللي هي دي، هتلاقي برضو من ضمن الكات الموجوده عندك في تخطيط الصفحه ان انت في الادراج اسف ان انت هتيجي هنا ممكن تعمل جدول جاهز منسق وكل حاجه، تحدد مجموعه الخلايا اللي انت عاوز تعملها الجدول وتقول له جدول. هيقول لك اعمل لك الجدول ده على البيت اللي محددها، اقول له نعم موافق. هبص لاقي مديك رؤوس اعمده انت تكتب عليها، يعني تحدد دبل كليك على اسم العمود مثلا تقول له مثلا الصنف، تقول له هنا مثلا قطع او العدد، تقول له هنا مثلا سعر الوحدة
طوله هنا مثلا الإجمالي؟ وتحط الأصناف اللي أنت عاوزها، مثلا وليكن مثلا كمبيوتر، كمبيوتر حط هنا مثلا العدد واحد، سعر الواحدة مثلا 1500. الإجمالي طبعا هيكون عبارة عن الداله الحسابية بتاعة المجموع. هنيجي هنا نختار الجمع تلقائي ونحدد اللي احنا، لا مش هختار الجمع تلقائي، هنكتب معادلة أفضل يساوي سعر الوحدة اللي هو ده، تمام كده، ضرب العدد اللي هو ده، وضغط انتر هيطلع 1500. لاحظ بقى هنا في فرق شوية، ان المعادلة نفسها اصبح فيها يعني ريفرنس شكله غريب شوية. ليه؟ لان الريفرنس دوت مش ريفرنس الخلية، ده ريفرنس الفيلد الحقل، فعشان كده الموضوع اتحط بين اقواس بهذه الشكل. فطبعا هو يعني هو امكانية من ضمن الامكانيات الموجودة، ولكن يعني ما انصحش ان انت تستخدمها كتير الا اذا كنت عارف ان هي تعمل ايه. يعني لو اصلا الجدول ده كان جدول ومرتبط زي ما يكون مرتبط بقاعدة ايه، بيانات، وشغله على فيلدز وليست على خلايا سيلز، تمام كده، وبتكمل انت بعد كده. لكن الميزة الوحيدة اللي فيه اللي انت ممكن تعرفها، ان انت ممكن تيجي هنا وتيجي في التصميم وتغير تصميم بس الجدول بسرعة لو حبيت في اي وقت. فدي من ضمن الامكانيات اللي موجودة داخل مين؟ داخل الاكسل، بحيث ان انت ممكن تستخدمها في اي وقت. بكده نكون خلصنا درس النهارده، وان شاء الله نلتقي في درس جديد. كان معاكم مصطفى عبد الهادي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.